يا بيه ملهاش ورق ولا ليها يخبط ولا ليها حاجه تعمل ايه؟ ايه المبايع ولا حاجه تقول لحد؟ انت لو حد خبطك هتعمل ايه؟ هتجيب رقم منين؟ احنا عايزينها فاضي. انت شايف ان ده صح ولا غلط؟ فاضي والله العظيم فاضي. الشرطه 10 على 10. الشرطه اللي بتعملنا صح. المفروض الناس تبقى من الشرطه. انك انت بتخرج من غير ورق ومن غير رخص. الشرطه بتعملنا كده صح.